تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا. ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي أنجا. ابعدوا يا سفاحين، محدش يقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. ملكة أنجا حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي برا، أعمل إيه؟ أقطاي دايما مواعيده مظبوطة. ده انت تظبطي عليه ديك لما يدن. وانت عرفتي منين يا سف؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استأذن أنا بقى يا مولاتي، أنت عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود. ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. فاهم إيه؟ كلام ازاي؟ مستشفيات كل حته، ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين ايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقى فاهمه. ايبك ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. انت عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. عايزة إيه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما أنت ملكة البلد أصلاً، تشتغل لنفسك ولا إيه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا. انا راجل صاحب بطولات. انا راجل عامل حاجات كتير. انا راجل عامل مترو الانفاق. أنا راجل في كوبري فيصل فيه نازلة ناحية الشمال بتودي على جامعة القاهرة هايلة، أنا اللي عاملها؟ أنا في الكوبري الدائري عامل وصلة جديدة بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايلة جدا. فاهم إيه؟ في كباري كتير فوق، أنا في الكباري ما حصلتش. أنا إما كنت أطلع بالكوبري مظبوط ما أطلعش بيه يعني، الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل. موضوع في منتهى الخطورة، أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إيه؟ إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. أنا فاضي. إيه؟ هو أنا أخمم؟ أنا أخمم أنت عايز إيه؟ انت حاجه على صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كام كلمه. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره، وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل، ان شجره الرز باقيه
والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بيهددني، يا اما هو يا اما الفوضى. مولاتي الحي الحي، في ايه يا مرعوب؟ القائد عز الدين قلبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر. مولاي قلبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعت الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ ايبك اسم الامير ايبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم أتجوزك أنت يا أيبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني اتجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصاً إن أقطاي بي نفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر ودماء. هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضو ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض ان اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي، اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجره القلب، يا شجيره الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلاً لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقولك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقولك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي. والله أنا لسه هفكر. يا شجرة! إيه الغباوة دي؟ أنا لسه أستنى أتفكر. أخيراً وصلت للكرسي، خشب دمياط نظيف. يا أنجا يا مرعوب. أيوة يا مولاي. يا محمود. أمرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول إن أيبك هو اللي فاز بقلب شجرة الدر. قشطة يا مولاي. بيس يا رجالة. أنجا كل سنة وانت طيبة يا بيبي. بمناسبة ايه؟ النهاردة عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبدة؟ اسف يا شباب. الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود. امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجرة الدر يغرق مصر خلال 24 ساعة. لكن الملكة شجرة الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها رأي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعة 3 الفجر اعلن النتيجة؟ انت بتزعلني ليه يا محمود في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا لا انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا
ثلاثة الفجر ده أنسب وقت نعلم فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناة التت. نطلع إحنا بقى نقول اللي إحنا عايزينه. نفذ، أنا أفهم أكتر منك. ما أقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر، شبرا 500 يبقى 15 قطاي، الجمالية 600 يبقى 15 قطاي، الزاوية الخمراء 1000 يبقى 15 قطاي، شرقية شرقية، منوفية منوفية، أهلية أهلية، سعفولة سعفولة سعفولة، النهاردة فرح يا جدعان. واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلم، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. جهاد محمود؟ أنت جهاد؟ آه أنت محمود؟ أيوة. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وأنت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكرة؟ فاكرة جهاد وإحنا صغيرين؟ فاكرة لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينة وقعدت تقولي ايه؟ شوفك يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت انجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني خمسة والنبي انجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني خمسة يا انجا، في ايه بالظبط مش فاهمة؟ ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس محمود وروحي معاه. يلا حلوه، باي باي. يلا باي باي، بحبك قوي يا توحي. مع السلامة. باي 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 باي. سلام عليكم. باي باي محمود. يا حلو تعبت محمود. عمرك يا مولاي. اقطاع يا محمود، اقطاع احتل دواوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اقطاع، مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه، تعداد جشمي قد ايه يا حوده؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنيه، بس دي تبقى حرب اهليه. بص يا محمود، انا عارف ان في 70 ثلاثة بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر بحذر، لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي، وانا الملك واجب عليك تحميني. أحميك؟ يعني أعمل إيه؟ يعني تقتل أقطاي. إيه؟ أقتل أقطاي؟ أيوة اقتل أقطاي. يعني عايزني أنا أقتل أقطاي؟ يا عم ما تعدي الجملة يا عم، خش بعد اقتل أقطاي. يعني ما تقولش اقتل أقطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، وأقطاي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي، ما أقدرش أغدر، الجيش المصري واجه، ما يغدرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة، أديك عرفت القصر، يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دول، تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أي كان متجوز قبل كده واحدة عرفي
ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل شكشك على الأبيض أبويا بقى الريس أبويا بقى الريس. قال له يا يابا أنت بقيت الريس ولا ده حوار أنت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس. أخيرا وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا ما تشدش ما تشدش أنتي. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي خد تعالى أقول لك يا حبيبي تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عمي سلامة يا عمي. أيوة يا منصور يا بص يا عمي سلامة يا عمي الحسين ده حلو قد إيه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عمي سلامة يا عمي الألوان في عبقرية بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني ما بشوفش. انظر يا عمي سلامة يا عمي بطن الحسين مخروطة خرطة الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني ما بنظرش. طب أعمل إيه يا عمي سلامة شوفه كده. وريني وريني والله ده ايه الحصان الحلو دون. يا انا هلعبك لعبه حلوه يا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو شايف الحصان اكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل. انا خلاص الحصان بقى جوه بطني. ايوه انت اللي هتتعب. هو الحصان معايا اهو. ما انا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة انا زعبلاوي وممكن اعملها معاك. حصان. ايوه هاته. طب بص اوريك 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 اوريك. اوه طلعته من ودني. خد يا عم الحصان. ده احسنك انت يا عم سلامة. هو يا ابن الحصان بتاعك مش ده الحصان بتاع عم سلامة. بص ايديك انا مصدع من الصوت. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامة انت راجل كبير وقد ابويا ومش عايز اعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو اهو بالوانه. بص الصنايعي اهو اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان يا ابويا خد الحصان يا ابويا خد الحصان خد الحصان يا ابويا خد الحصان خد الحصان خد الحصان يا ابويا خد الحصان. اهدى اهدى ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر حاضر. حاضر ايه هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ شجره الدر جت جت. طب خليها تخش بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكزم ده لا لا تهجينا ولا نهجيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أوه أوه. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ أيوة يا شجرة. وفهمه أن أنا اللي عايزاه؟ أيوة يا شجرة. الحرب خدعة. أنا مش مصدقة. طب أنا هبعت لأقطاي وأقول له أني ما طلبتوش. إيه يا مولاتي؟ هو نغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى أقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ اما كنتش تشبهيني صح ما تشبهنيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ أقطاي جه بره. جه لعذر خليه يخش يا مرعوب. حاضر مولاي أقطاي. افندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا اقطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا اقطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولاول مره يجتمع اقطاي مع عز الدين ايبك مع شجره الدر وكان رابعهما الخيانه حيث اتفق عز الدين ايبك مع اردوغا على ان يقتل اقطاي
ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرق خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة، حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف زحف، ثم قام مرة واحدة ثم وقع، ثم قام ثم وقع ثم قام، أمرمطك ثم وقع. ثم قام قام وقع قام وقع تدريب ركب قام، ثم خرج زحف 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 زحف. ولكن الخيانة نتيجتها الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغا أن يقتل عز الدين أيبك، وأعطته كيساً من النقود في قطيفة حمراء، قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك، سلم عليه، وعلى حين غر أخرق خنجره وقتل عز الدين أيبك. مات عز الدين أيبك وعينه على الكرسي، زحف قبله، ثم مات عز الدين أيبك. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة، جاء منصور لهبل وعلم إن أبوه قد مات، تقدم وذهب إلى أبيه، نظر إليه، رفع رأسه، تأكد إنه مات، هزه هزه أكتر، مرمطه، بهدله، سابه على الأرض، تأكد إنه مات، حزن 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 منصور لهبل، وقال بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، قال ليه؟ وعندما لم يجد مجيب لسؤاله قال مرة أخرى لأنني هصلي العشاء وأخش مسجد ساعة، وكان وشه أبيض زي اللبن الحليب، ده كان حاجز لنا مصيف. وعندما لم يجد منصور لهبل المصيف الذي حجزه أبوه، تقدم إلى أردوغا وقال له إن شجرة الدر قد قتلت أبي، اذهب إلى شجرة الدر واقتلها، قال له عيني يا معلم. ذهب إلى شجرة الدر أردوغا وقال لها مولاتي انظري العصفورة، نظرت ثم أخرج السكينة واحتفل وقتلها، واحتفل مع منصور كما لم يحتفل من قبل، وها هي العدالة السماوية تهبط إلى أرض باليرمو، وسجد لله شكراً، سجد لله بعد أن قتل شجرة الدر. وهنا قال له أردوغا أين نقود يا معلم؟ فقال له إحنا آخر الشهر، آخر الشهر. قبل رأسه ثم أخرج خنجره كرجل خائن، وشق وشق وشق، وخرج أردوغا ومات منصور لهبل، مات منصور لهبل، مات منصور لهبل، مات متصدع، مات مات، مش نام، مات مات. ما هو كده مات؟ ايوه ميت مربع؟ ايوه كأننا في رمضان عادي. رمضان؟ اه. وانت ايه يعني بتموت في رمضان كل سنه يعني ولا ايه؟ عشان نتسحر وننام.
سحر وتموت بقى على طول. اه على طول. مات. انا بقى هي متي بقى لو سمحت. مات. انا محتاج اقعد لوحدي شويه لو سمحت. مات منصور مات. اهو مات خلاص. مات مات. اهو انا اموت كده حلوه. دي موتة اغراء دي لا ما ينفعش. مات مات. اهو. مات. 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 هموت خلاص. مات. مات منصور لهبل. يا اهل مصر يا اهل مصر يا ما حذرتكم ويا ما نبهتكم ان التتار جايين على مصر. ما حد صدقني ما حد سمع كلامي. اخيرا التتار وصلوا مصر. لما عمك تبغى يعدي كله يوقف قتلي هدي والسيف اللي الالي ولا والرمح التقيلي ولا والسبع كسرات والقتل في الحارات. هي 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 ها هي ليلتكم بتضحك. فين القائد اكتوي؟ اتقتل. قتلوا الامير عز الدين ايبك. لا حول ولا قوه الا بالله. فين الامير عز الدين ايبك؟ اتقتل. قتلته الملكة شجرة الدر. البقاء لله. فين الملكة شجرة الدر؟ اتقتلت. قتلها منصور اللهبل. طب وفين منصور اللهبل؟ مات لوحده سبحان الله. طب لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ تقدر تتكلم معايا أنا. وأنت مين؟ مواطن من شعب مصر. مواطن من شعب مصر؟ شرب من نيلها وجرب يغني لها. لقى صوته وحش ركز في التمثيل. من قائد التتار ومفتت الدول باراك حسين هولاكو. احنا طبعا عارفين مدى ضعف بلدكم بدليل المعونه، فإذا قبلتم التتار أسياد عليكم ودفعتم الجزية ذهب وبترول وقطع من حدود سيناء هتستبعدوا حرب ساحقة. ها؟ اوعى تصدقوا يا محمود، قالوا كده في كل بلد راحوها وفتتوها واحتلوها. شوف اللي حصل في العراق وشوف اللي حصل في ليبيا وشوف اللي بيحصل دلوقتي في سوريا يا محمود. احنا بنحذر مرة واحدة، ايه ردكم؟ خشت؟ بتقول لي انا خشت؟ انت مين يا شبح؟ انا قلت ردي، قلت ردي. مش عارف مين معايا ومين مش معايا. انا معاك يا محمود. انا معاك. كلنا معاك يا محمود. ارضغا، إذا تجرأ أي واحد من التتار أو أي عدو من داخل البلاد أو خارج البلاد إنه يمس مصر بسوء هيدفع الثمن حياته. فليحيا السلطان. فليحيا السلطان. فليحيا السلطان. فليحيا السلطان. الله ينور عليك يا محمود. هو كده، هو كده يا أهل مصر. يا أهل مصر يا ما حذرتكم من التتار. التتار طول عمرهم بيحاولوا يخشوا مصر، فشلوا مرة واثنين وثلاثة ولسه بيحاولوا. لازم نسيب للأجيال اللي جاية صورة تفكرهم وتفهمهم قد إيه خطورة التتار عشان يبقوا عين لها. يا أهل مصر، كل مصر لازم تتجمع في الصورة دي، كله لازم يدخل في الصورة. اصطبحنا واصطبح الملك لله. يا رب اول يوم في الراديو ده اشتغل فيه، يا رب اسلك بقى في الشغلانه دي وما اضطرتش زي كل شغلانه. اخرهم من اسبوع اشتغلت عند حلاح امير، يومين وطردني قال ايه خربت بيتي، كل قرايبك بيحلقوا عندي ببلاش. صباح الخير. صباح الخير. صباح
صباح الخير. صباح النور. انت مين؟ حضرتك انا الفراش الجديد. ايه ده انت الفراش الجديد؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا. اسمك ايه بقى؟ اسمي جميل. انت هتكذب في اول يوم ليك في الشغل. لا يا باشا، اسمي مش صفتي، اسمي جميل جمال. جميل جمال ملوش مثال. ده اسم جدك؟ لا بكمل الاغنيه عادي، انما اسم جدي وسيم. واضح ان في كذب في العيله متاصل في الجدود. والله يا باشا بنصبر نفسنا بالاسامي، هنبقى ولا شكل ولا اسامي. انا حاجه تهون علينا الايام. بقول لك، انت اشتغلت في محطات قبل كده؟ طبعا يا باشا. اشتغلت في محطه ايه؟ اشتغلت في محطه مصر. اشتغلت في محطه راديو مصر؟ لا، محطه مصر ليه قريبه ليه بحاجه ساعه شاي. المحطه نفسها. في المحطه نفسها؟ لا لازم هنا. هنا الموضوع مختلف تماما. مختلف ازاي يعني؟ مختلف تماما، هنا الموضوع خالص في هنا راديو. ايوه، يعني اعمل ايه؟ مفيش قلب قلب، مفيش الكلام ده. امال في ايه هنا؟ اقول لك، في ايه؟ في مشاوره، نشاور لك. هنا خرص يعني؟ لا مش خرص. امال ايه؟ مش فاهم. احنا نشاور لك عشان احنا بنبقى على الهوا. ما ينفعش حد يسمعنا عشان ما يفتنش علينا. يفتن ايه؟ امال ايه يا باشا؟ بص، هي اشارات لازم تتعلمها. كده مثلا يعني ايه؟ كده الفتحه يمين. هو كشف ليزك؟ ما انا مش عارف ايه. فتحه يمين ايه يا حبيبي؟ كده ايه؟ كوبايه شاي. كده يعني شاي. ايوه بس فهمت. كده كده يبقى كده شاي خمسينة. لا كده شويه قهوه. قهوه، انا فهمت. بص يا باشا، طب كده ما ايه ده يعني؟ ايه سبرينا مع الشاي؟ شخن مخك. طب كده ايه؟ كده دي يا باشا ده بقسماط مع الشاي. في اشارات تانية يا باشا؟ في اشارات تانية. بص كده ايه ده؟ ده ينسون. ينسون. كده لا انت قرفان. لا ارفع. ايوه ارفع. ده حلو قوي، انا اتعلمتها. طب خد مني دي. ايه ده؟ ايه ده؟ سحلب. خد دي بقى. ايه ده؟ سحلب مكار. ما يطلعش الصوت ده. انا فهمت الالعاب دي. في اشارات تاني؟ في اشارات. كده كده قلب الشاي. لا كده الدائري. كده موقف العاشر. كده السلام. كده الدقي. اشارات لبكره. انا مال انا بموقف العاشر والاشارات دي؟ انا فهمت كده يعني عايز شاي، اروح اجيب لك مج فاضي احطه قدام. مج فاضي ايه؟ ليه مج فاضي؟ مش انتوا هنا راديو؟ ايوه. يعني محدش بيشوفكم، انا متابعكم من وانا صغير. بتجيبوا مج فاضي الشاي سخن قوي اعزائي المستمعين. النسكافيه بيقع عليا. لا ده انا باكل جزره احبائي والحاجات دي. لا كده تاكل جزره احبائي ايه؟ مش انتوا بتعملوا كده؟ لا بنشرب بجد عادي. لا بجد، ده في البيت احنا هنا جايين ساعتين نشتغل. يا جميل افهم يا جميل. إيه يا انت جميل؟ خلاص افهم يا جميل. انا فهمت يا باشا. انت مين بقى؟ انا سعيد. ايوه شغال. ايه يعني يا سعيد؟ مهندس صوت. لا بجد والله. ايه اللي بجد والله؟ انا مهندس صوت. هو في حاجه اسمها مهندس صوت؟ ايه يعني الناس تشوف صوت مبني يقول الله ينور يا باشمهندس؟ وانت بقى لابس الخوذة وبتلف حوالين الاسوار. عايزين نشد الصوت ده شويه والنبي. الصوت ده لو طلع فوق السابع هيبقى دوشه كتير. ونعمل ترخيص لاخر صوتين عشان نجيبهم على الارض. ايوه مش عامل انت مجنون يالا؟ امال ايه مهندس؟ هو انا مقاول اصوات؟ امال ايه مهندس صوت يا باشا؟ يعني بتحكم في الصوت، اوطي الصوت، اعلي الصوت. تقول لي صوتك مبحوح اشرب جنزبيل، صوتك عالي اشرب ينسون. يا استاذ سعيد. هو انا سعيد حساسين؟ والله ما فاهم تقصد ايه. ايه مهندس صوت دي؟ مهندس صوت يعني بتحكم في الصوت، انزل تراك. ايه تراك؟ اعمل دوبلاج. إيه دوبلاج؟ اعمل ميكساج. لا انا عارف ميكساج ده، انا مراتي كل يوم بالليل بتحط لي ميكساج. ازاي ده يعني؟ انت هتجنني يا حبيبي. يا باشا انا فاهمك. انت شارب حاجه؟ لا والله ما بشرب. لا شارب حاجه؟ شكلك بتشرب حشيش. والله ما بشرب حشيش. العصفوره قالت لي. ايه ده انت بتكلم عصافير؟ انت تكلم عصافير وانا اللي شارب حشيش. سيو 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 سيو. شارب. ايه ده يا باشا؟ ايه ده مالك فيه؟ مهندس اصوات. والله انا عجبتني القعده هنا واكمل في الراديو عشانك. بص يا جميل، انا حبيتك يا جميل. انت يا قمر. ربنا. بص يا جميل، اقعد هنا على المايك ماشي، قول اي كلام وانا هظبط. انا يعني انت هتظبط صوت عليا؟ هظبط الميكس. اقول اي كلام؟ اعمل تيست. معاك. انت فرحان كده ليه؟ فرشت الحاجه ابو ظريفه بتمسي وتصبح 100 شمعه طايره حايمه من الاستاذ سعيد اللي منورنا في فرحنا النهارده. يلا اصحاب العروسه يقفوا صف، واصحاب العريس يقفوا صف. يلا اسمع سهر الليالي. يلا
ايه ده مجنون يالا؟ ما انا هو بعمل اللي انت بتقوله. التعبيط؟ مش قلت لي قول اي كلام؟ ايوه قول اي كلام عادي، قول كلام طبيعي. اعمل يلا. برنامج من اللي بتعملوه هنا يعني. يلا يا جميل، اعمل برنامج تفسير الاحلام. يعمل اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معانا ايميلات كتير. ايميل من الحاجه فاطمه بتقول هاي يا شيخ، الحلم اللي فسرته لي امبارح طلع بايظ، بقول لك يا حاجه هاتي الحلم هنرجعه لك ونديكي حلم مكانه وعليك ابوس هديه. كده تمام؟ كده ماشي 100 100. هكمل هكمل. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن اكلم الشيخ؟ لا والله الشيخ نزل يلعب كوره. اسف اسف. ايوه ايوه انا الشيخ، انا الشيخ. لو سمحت يا شيخ، انت بتفسر احلام؟ ايوه بفسر احلام وبفسر بناطيل. انا كل يوم بحلم ان في فران بتلعب كوره. كل ما احلم بفران بتلعب كوره اعمل ايه؟ حضرتك قبل ما تنام النهارده تحط حته جبنه رومي تحت المخده، مش هتحلم بفران تاني. طب ما ينفعش بكره؟ ليه بكره؟ اصل النهارده النهائي. انت يا باشا قاعدني هنا عشان تقعد تتريق عليا وتهزر نهائي ايه يا ابني؟ ما بتريقش عليك ولا حاجه. امال ايه الكلام الغريب اللي ما بتريقش عليك؟ بظبط المكسات خلاص. انا فهمت الدنيا هنا في الراديو. اهم حاجه هنا في الراديو. شايف اللمبه دي؟ اول ما تنور احمر يبقى المدير واخد السكرتيره جوه. فاهم انا دي بشوفها في الافلام، المدير والسكرتيره وايه. اوعى اوعى جوه. انت خيالك في افلام تمانينات. امال ايه؟ مفيش الكلام ده. إيه؟ اول ما تبقى هنا اللمبه حمراء يبقى احنا على الهواء. ايوه اعمل ايه على الهواء؟ دي اشارات بقى. اشارات. متكلمش خالص. متكلمش يعني. خالص. بس انا اروح اجهز الكوبايات الفاضيه، حد يطلب شاي اعزائي المستمعين والحاجات دي. جهز انت الكوبايات الفاضيه وتسيبني انا في الهم اللي انا فيه. مالك يا باشا؟ المذيعه ما جاتش لغايه دلوقتي. انت قاعد احط في اغاني واملى مكانها واتاخرت. طب ما تطلبها. طلبتها 12 مره ما بتردش عليك. ما بتردش عليا خالص. شكل ما حدش بيحترمك هنا خالص. خالص يا جميل والله. لا انت تيجي تشرب معايا نسون اروقلك اعصابك. يلا يا جميل. ايه ده بس مالك كده؟ ده انت شكلك هزق قوي. صعيدي لكن روش. صعيدي لكن روش على كل لون. تشوفني تتروش يا ابو بنطلون. انا روش انا روش. ده يابا، ده جميل قوي يا ولد. تعال ناخد صوره سيلفي تاني بالستيك يابا. يا ولد يا ولد، انت بتاع التكنولوجيا. فاكر ايه؟ يلا يا ولد يلا ناخد صوره حلوه. ركز يا ولد. استنى. يلا يا ولد ناخد صوره كده للذكرى حلوه يا ولد. يلا يا ولد امسك معاك يا ولد. يلا خلاص. ايه انا بقعد ساعه في امها مش عايز ارميها. انا بقعد ساعه واقفين خلاص. ما نعمل ايه؟ طب نلعب سكواش ولا اي حاجه. هتعورني يا ولد. يا ولد خلاص يابا. ركز يا ولد. انا اصلا زعلان منك. ليه يا ولد؟ عشان انت جبت لي عربيه، جبت لي كاوتشات سبور، جبت لي ازاز فامي، جبت لي كل حاجه، وما جبتليش راديو جوه العربيه. طب ما انا جايبك جوه الراديو اهو عشان ناخده ونحطه في العربيه. بس ده كبير قوي يابا. وانت قليل يا ولي. ده انت مجامك كبير قوي يا ولا. يا ولا انت مين زيك يا ولا في البلد يا ولا؟ يا ولا انت يا ولا. ده انت ابني الغالي حبيبي يابا. يا عين عليك. طب بقول لك ايه؟ احنا هنشتريه ولا هنسرقه ولا هنعمل ايه؟ نشتري ايه يا غبي؟ جايين مستخبين عشان نشتريه؟ افهم. هنسرقه. طب هنسرقه ليه؟ عشان احنا مطاريد. مين بيطاردنا؟ ذئاب الجبل. المقاولين؟ مقاولين ايه يا غبي؟ والله ذئاب الجبل المقاولين. مش المقاولين؟ والله معروفه من زمان. ذئاب الجبل المقاولين. طيب المقاولين. المقاولين حسن شحاته عايزنا نلعب معاه في المقاولين. انا وانت ايه رايك؟ حلو نلعب. بس نلعب ايه؟ انا العب سردي باك. طب واني وركي باك.
خلاص خلاص نلعب معاهم. انبسطت كده؟ ايوه مبسوط. افهم يا ولد، ذئاب الجبل دول ناس بلطجيه مش المقاولين والجبل الاخضر. تحرقش جمي، تحرقش دمي. طب اهدى، في ايه مالك؟ خلاص خلصنا، خلاص خلياص. طيب حطيت خطه ولا نعمل ايه؟ حطيت خطه ما تخرش الميه بجد او عهد الله. قول ركز معايا. اطلع خطوه لقدام، ركز معايا في الخطه يا ولا. ماشي، خطه عالميه. تمام الخطه يا ولا. ايه هنلعب 4 4 2 ولا 5 3 2 ولا 2 6 2؟ ايه انت قاعد مع مورينيو؟ مفيش في خطه بجد، هنسرق مش هنلعب كوره. بالراحه يا ولا، ركز ما تبكاش كده يا ولا، ما تحرقش اعصابي يا ولا. بالراحه، انا عيل صغير لسه مش فاهم حاجه في الدنيا. ما انا بفهمك. طيب شوف بقى وركز، الخطه بتقول ايه؟ ايه ده؟ الباب الامامي. تمام. وده الباب الخلفي. تمام. انا هقف عند الباب الامامي. ماشي. وانت هتقف عند الباب الخلفي لدرجي عشان خاطر. اهو انت اللي لدرجي. تفكرني عبيط؟ اهو انت اللي لازورجي وستين لادورجي. انت ايه يا شتيمي؟ ايوه شتيمي يا ابني. يخرب بيت، انت عمرك ما شفت احمد جاكي؟ احمد جاكي الفيلم بتاع احمد جاكي قال ايه لما قال اي لادورجي هرد عليه هدي هو قلقه من رجليه وهبص هبص. ايوه وهفجل بص. ايوه ايوه فهمت يا ابو خلاص. ده يا ولد فهمت. يبقى ايه؟ انت هتقف لدرجي هنا وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت يا ابو. تمام. يبقى انت هتقف لدرجي وهبص هبص. ايوه وهفجل بص يا ولا. ايوه فهمت. يبقى هنتنيل هقف انا عند الباب دي. ماشي. انت هتتنيل تقف لدرجي وهبص هبص. خلاص خلاص خلاص. في ايه يا ابو؟ عرفنا ان انت هتبوش البوش. خلاص خلوك اقعد ساعة نحط الخطة. خلاص فيم. هنفضل عنبوش لحد ما يخش يقبض علينا. خلاص فيم. خلاص قوم. عيل صغير وبفهم الدنيا لسه. اقعد بقى قول لعيل زفت وعيل متنيل. خلاص انا اقف عند الباب الهباب دي. ماشي. وانت عند التاني. تمام. تركز. بقول لك ايه؟ ايه البوليس لو دخل ما تقولش انني حرامي. امال اقول انت ايه؟ قول انني البريء. طب واني النمر والانثى. فاهم ولا؟ خلاص فهمت. تمام تمام. يلا لم الخطه. امسك. اوعى حد يكون شايفنا. ما تقلقش. تمام قوي كده. تمام عرفت الخطه. تمام. ايه انا اقف عند الباب الامامي وانت هتعمل ايه؟ ايه لا درجي وابص ابص. خلاص خلاص. برضو لسه ست الزفت دي ما جاتش. المذيعة كلها تتأخر، افضل ساعة بنزل اغاني. دي حاجة مقرفة. دي ست تلمة، دي حاجة قرف. سمعتك. ايه سمعتك وجايالك. يا نهار اسود. تعال لي. سمعتي ايه؟ تعال يا. تعال انت. خور يا. خور يا. سمعت. خور تعالى. انا اسف. اتأخرت عليك؟ لا اتأخر. ما تتأخر، ايه المشكلة يعني؟ لا يا ده احسن يكون مش عاجبك ان اتأخرت. لا عاجبني والله. حقيقي مش عاجبك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت جاي الراديو كده؟ يا ابني ما بعرفش اسوق غير وانا حرة. الدبل ما بيطوعنيش وانا بحاول. بحب ابقى براحتي. الدبل ما بيطوعك. وايه البنطلون اللي انت سايقه تروسيكل وانت جايه؟ يا ابني يا ابني احنا في راديو يا ابني. انت يهمك ايه غير الجزء الفوقاني والناس مش شايفه حاجه؟ ايوه صح عندك حق. ايوه كده. ايوه نعم. عامل لنا ايه النهارده؟ هو انا طابخ النهارده؟ ايه اللي عامل لكم ايه النهارده؟ طب خليك في الشغل عشان ما تغيبش عليك. ماشي. عامل لنا ايه النهارده في النهاردة الشغل؟ النهارده البرنامج بتاعك في الشغل فيه فقرتين. اول فقره استقبال اتصالات. تمام. تاني فقره استقبال الضيف. اصلي مين؟ بص بقى. نعم. منطقه الضيف دي تركز معايا فيها. حاضر. عشان انت امبارح رايح جايب لي واحد اخرس تقول لي حاله انسانيه. انا متعاطفه معاه بس مش في الراديو. هتكلم له ولا هتكلم لي؟ لا 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 انا النهارده جايب لك احمد حلمي. حلو احمد حلمي. ايوه كده اعمل باللقمه. ايوه حلل القرش. بس اعتذر. مين احمد حلمي اصلا؟ محدش عارفه. رايح تجيب لي ناس مش معروفه ليه؟ واعتذر عن البرنامج بتاعي ليه؟ ما انا كلمت لك بقى احمد السقا. ايوه كده حلل اللقمه. بس اعتذر.
طب ما تجيبليش اي حد اسمه احمد تاني. ماشي اصلي، بس انا كلمت احمد الكواوي. احمد الكواوي طبعا معروف. مين احمد الكواوي؟ انت بتقول اي كلام. شوف انت مش عارفاه واعتذر كمان. والله محدش طايق البرنامج تقريبا، في ضيف واحد بس اللي ما اعتذرش. مين بقى اللي صعبنا عليه؟ حازم الصواف. حازم الصواف رايح تجيب لي في ايه؟ حازم الصواف مالك بس البتاع انت اتقطع؟ انت مش عارف. هاتي دبوس واعمليه من تحت كده. مش عارف انا ايه اللي بيني وما بين حازم الصواف. ما انا ايش عرفني اللي ما بيني؟ رايح تجيب لي حازم الصواف في البرنامج؟ انا هعمل ايه؟ ده طيب ده انت هيتشرح الداير. يا الداير ايه؟ الداير. الداير ازاي بس؟ خلصني. مش متداير. انا هتغيب عليك. اخلص الداير يا اهو. رايح تجيب حازم الصواف ليه؟ مش عارف اللي بيني وما بينه؟ لا مش عارف اللي ما بينك وما بينه. طب انا مش عامله الحلقه. لا ما هو ما ينفعش، لازم تعمليها لان احنا عملنا تنويهات. يكفي تعمل له مزيكه حسب الله. انت ناسي ان الراجل ده كان شريك في القناه. انت تعرفني عليه بقى؟ انا ما حدش عارفه قدي. ده انا كنت متجوزة عرفي. ايه؟ انت كنت متجوزة عرفي؟ انا قلت كده؟ ايوه قلت لسه قايله اهو. يا ابني بطلوا افك بقى، بطلوا افك. افك واشاعات. اوروبا سبقتنا بسبب الاشاعات بتاعتكم دي، اتاخرنا. تعال اما افهمك. فاهمين يا ابني؟ ما كانش جواز جواز. ايه ما كانش جواز؟ يعني ايه ما كانش جواز جواز؟ اتقل بقى تاخد حاجه حلوه. طيب انا كنت خايفه اقعد لوحدي، شفت الحلقه بتاعت رهام سعيد وكنت مرعوبه. ضيعت ناس كتير. كلمته قلت له يا زومه تعالالي انا محتاجاك. الراجل تفضل مشكورا وجبت معايا. ما كانش في محرم، كتبنا ورقتين عرفي، يبقى نعتب عليه. تتحسب عليا جوازه. ايوه دي جوازه والله. جوازه ايه يا ابني؟ اقسم بالله هي جوازه. انتم ما تصرفتوش صح، دي بقى مش قصتنا احنا، لكن هي جوازه والله يا ابني. اقسم لك البطاقه بس في جيب البنطلون التاني، لو كانت معايا كنت وريتها لك. انا انسه سعيد افهمني. خلاص مصدقك. المهم انا ما تقلقيش من اي حاجه وانا هتصرف في الموضوع ده. يا باشمهندس سعيد، يا باشمهندس سعيد. يا باشمهندس سعيد في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ استنى بس، انت عامل ايه؟ ايه انا كويس؟ لابس بدله على الشورت وانا عامل زناد صدري ونقعد نجري ورا بعض؟ بس سيبيه بس. طب شوفوا بقى، شوفوا علشان شغال معايا. هو شغال معاك انت يا جيهان؟ هو شغال معايا انا. خلص. ايه يا محمود ده؟ يا محمود ايه يا باشمهندس سعيد؟ ايه يا محمود؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في النادي؟ ايه اللي حصل؟ يا حد يجي الشغل كده لابس شورت؟ انت اخر واحد بقى تسال السؤال ده، انت راجل مهندس صوت قد الدنيا، ما تسالش انت السؤال ده. ايه العلاقه يعني؟ انا شغال ايه؟ فني صوت. والصوت عباره عن ايه؟ موجات. افرض موجه جت عاليه بلي البنطلون ده كلام؟ لا صح. لازم البس شورت. ايوه صح عندك حق. عشان ما تبلش في ايه؟ مفيش حاجه. بقول لك ايه، مش شغال لي معاكم هنا. طب ما انت شغال هنا. لا انا عايز اشتغل مذيع. انا مش عايز اشتغل فني صوت، نفسي اشتغل مذيع. اشتغل مذيع ليه يعني؟ عندي افكار برامج هايله. طب قول لي كده فكره. انت اعمل الضيف وانا اعمل المذيع. اوكي ماشي. اهلا بيكم معانا في برنامج كلمتين وبس. ازيك؟ الله يسلمك. كنتم مع برنامج كلمتين وبس. صغير وحلو. افكارك هايله وسريعه. بقى عندي فكره برنامج احسن منه مليون مره. لا قول. احنا نعمل اجمد سبعه الساعه 7. طب ما في برنامج اسمه كده. خلاص نيجي من 6 ونعمل اجمد 6 في اي حته. ايوه صح. ونخرب الدنيا. محمود ايه انت قاعد تهزر والمكسر بايظ بيهنج؟ والله بايظ. والله العظيم بايظ. هروح اصلحه. هروح اصلحه دلوقتي. يلا بسرعه. انا يا باشمهندس. حاجه ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. ما هي ثابت. اذاعه سايبه. إذا سايبة؟ شوف لي الحوار بتاع. صباح الفل يا حودة. صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح العسل حبيبي. السلام عليكم. صباح الفل يا سعيد. صباح الخير يا يوسف. صباح العسل. صباح الفل يا جيجي. يوسف هنا قابل علاء الدين العنقاء وبدأوا يتسامروا. يوسف. يوسف بقولك ايه، وانت بتعملي شعرك كده طالما بتحبي تعملي كده، بقى حطي دبر أملة عشان في حاجات بتطير علينا. دبر خفيف يا زكية. فظيعة. يوسف حياة قلبي. يوسف وحشتني. انت اكتر.
وانا معاكي بحس اني نفسي في الكرومب. تعرف بقى يا يوسف وانا معاك بحس بايه؟ ايه؟ اني نفسي في الارنبي. قصة حبنا دي بتفكرني بأعظم قصة حب في التاريخ، تيمون وبومبا. يا يوسف فظيعة. نفسي بقى يتقفل علينا باب واحد. أيوة عشان ريحة. عشان في علاقة قذرة. أنا رايح أنا الكابينة. ثانية واحدة يا يوسف. اتفضل. تعالى يا انت بتبرطم ليه؟ مش شايفني بتكلم الراجل ومعايا حدوته؟ انت حقيقيه؟ ايوه حقيقيه. امال دوبلاج يعني؟ وانت جايه انت شاربه معسل؟ لا. امال في ايه؟ ثانيه واحده. باك قافش في صدري شويه. طب روحي نام. باك ايه اللي قافش في؟ يعني ايه بحب ابراهيم نصر؟ في ايه؟ انت تعالي هنا، ارجعي هنا تاني. يوسف يا دي الكذب. واضح ان العف في المكان، ما تجيش هنا تاني، اقف اتكلمي من هنا. تمام يا يوسف؟ فصلنا بقى. شفت؟ معلش 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 يا قلبي. قلت له بالغباء بتاعه ده يوروب هتسبقنا، قلت له 100 مره. خلاص معلش يا روحي. استنى بقى اما نرجع للحاله اللي احنا كنا فيها. يلا نرجع يا قلبي. يوسف تعرف يا يوسف اني شفتك في الحلم امبارح بجد؟ اه والله. حلمتي بايه؟ احكي لي. حلمت بالكليب بتاع راغب علامه. الله، كنت عامل راغب علامه اكيد صح؟ عارف الكليب اللي هو يا يا يا؟ عارفه عارفه. جميل. كنت عامل راغب علامه؟ لا لا ما كنتش راغب علامه، كنت الدبدوب اللي طالع وراه السلم. عارف الدبدوب ده اللي ياه؟ ايوه ايوه هو. كنت حلويات. انت العسلات حياتي. بقولك انت عندك هوا؟ حقيقي. يلا احنا 5 ثواني. طب يلا بقى، انا اتخانقت مع مراتي النهارده، هحكي لك في البريك. ماشي. طب قولي بليز دلوقتي. في البريك بليز. في البريك يا اولاد. 4 3 2 ايه عيا؟ ايه عيا؟ اتقل عليكي. انا جاهز ابدا. 3 2 1 هوا. اهلا بيكم اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. بعد فتره الاغاني الجميله اللي سمعناها سوا، احب اعرفكم ان انتم هتبقوا معايا لمده ساعه كامله في برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور. الكاكا احلى ولا المانجا؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. مستنيين اتصالاتكم على اذاعه هوت توميتو 00.8. وعندك احلى قهوه زياده للاستاذه. انت يا زف ايه بتتكلم ليه؟ مع برز القهوه الاستاذه. ما تنزلش، انا قلت لك ايه ما تتكلمش. قلت لي ما تتكلمش واللمبه حمراء. انت مجنون يا ابني، انت جديد هنا؟ ايوه جديد يا استاذ. انت داخل بتزعق وفي هوا؟ ما انا ما اعرفش ان في هوا هنا. انت بتتكلم انت كمان؟ في هوا، في هوا وانت بتزعق. داخل تزعق وفي هوا؟ ما اعرفش. انت صوتك يطلع في الميه. بس اسكت. اسكت ليه؟ في ما في هوا هنا. ما انت اسكت يا حبيبي. داخل ينهر. ما انت صوتك طق. هنتكلم. اسكت يا بابا. اسكت يا حبيبي. ده ايه ده يا اساتذه؟ اسكتوا، في هوا يا اساتذه. انتوا ناس محترمه. ده اللي انا بقول لك عليه، في هوا. انت مش قادر تفهم. خلاص اقعد اتنيل، اشرب القهوه سخنه وهتعدي الليل. جايب كوبايه فاضيه. ما يا استاذ ايه بيعمل؟ مش راديو ده يا عم. اتنيل. انتوا مجانين في الراديو ده. يلا يا اولاد انت كمان ارجعي. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ايه ده يا يوسف؟ مش اسلوب يا جدع، مش اسلوب. يلا احنا رجعنا. مش هتزعبي علينا واحنا قاعدين. نكمل بقى يا يوسف. ارجع يلا. اعزائي اصدقاء البرنامج، مستنيين اتصالاتكم. يلا كلمونا. اوكي خلاص يا اخويا. تمام خلصت. انا مهم، انا هستناك في الكافيتيريا بقى. ها شوف الحمار اللي دخل زعق ونعر واحنا في الهوا ده. هقفش هديله علقه دلوقتي. ايزي يا يوسف. جاي لك انا. اضربهولي. هديلك بالجزمه يا سادة. نعم. شوف لي الحدوتة اللي قلت لك عليها بتاعت حازم الصوار. حاضر. عشان ما تزعلش مني. تروح فين؟ اروح دورة المية واجي. نعم يا ابني، اروح دورة المية واجي بقى. دورة. روح الدورة. اتفضلي روح الدورة. اربى سبقتنا. ده حاجة تجنن. عايز ايه؟ يا باشمهندس سعيد تعالى لي هنا اقول لك على معلومة مهمة. بقول لك ايه، المكسر ده مش عارف اصلحها. ده إيه؟ شغل عالي عليا وانا حمار مش فاهم حاجة. انت الفن، انت اللي بتصلحها. انا مش فاهم حاجة دلوقتي. طب نعمل ايه؟ هروح الشركة ابعت لك 2 مهندسين. طيب. يجوا يصلحوا لك المكسر ده. خلاص ماشي. طيب ماشي. مش عايز فلوس؟
ايه ده؟ اه عايز فلوس عشان في الشركه قالوا لي في فلوس متاخره. طيب ماشي، ما انا هنزل لك الحسابات هجيب لك الشيك. خلاص ماشي، هات انزل الحسابات بقى وهات الشيك. خلاص يلا ماشي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. افك الراديو ده منين؟ انا مش فاهم حاجه. يا واد وطي حسك، في ايه؟ افك الراديو ده منين؟ عرفت المنطقه كلها ان احنا جايين نسرق، يا ايه الغباوه دي؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه منك. مش ممكن يعني، وطي حسك يا ولا لا يعرفوا ان احنا هنا. طيب بقول لك ايه؟ ايه؟ سمعت الواد قال ايه؟ قال ايه؟ قال في اتنين مهندسين جايين هنا. اعمل لهم شاي. تعمل لهم شاي ليه؟ طب اعمل ايه؟ نبت امك هنا تعمل لهم شاي. اعمل ايه؟ طيب فهمني بالراحه. ركز معايا يا ولد. معاك. احنا هنعمل الاتنين المهندسين دول. ازاي هنعمل مهندسين واحنا خريجين تجاره؟ يا ابني يا ابني احنا هندرس هنا، احنا هنعمل كاننا مهندسين. مش كاننا، مش امه يعني كاننا. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ في ايه؟ ليه؟ في ايه؟ ليه بتقول الكلام كله عادي وتيجي تقول كاننا؟ ليه؟ واحنا مش هنعمل مهندسين، هنعمل ايه؟ كاننا مهندسين. كاننا. ما ترعبنيش يا ابو ليه كده؟ ترعبك افهم يا والله العظيم بتقول الكلام كله عادي تقول كاننا. ليه؟ ليه؟ افهمني. عملت فيك ايه؟ مش عملتش حاجه. وليه؟ افهمني. طيب. احنا هنعمل اتنين يعني مش الاتنين المهندسين، كاننا. كاننا. والله رعب، والله رعب، اقسم بالله. طب اكنني. اهو دي سهله ما بتخوفش. سهله دي. اه والله. اكنني مهندسين. ماشي فهمت. عشان ما حدش يكفشنا. ماشي. تمام؟ تمام. يلا بينا. بس اقول لك ايه والنبي؟ ايه؟ حقق لي حلمي يابا والنبي، نفسي اتكلم في الميكروفون شويه. يا سلام اتكلم يا واد. عادي. الراديو بتاعك يا واد. ماشي ماشي. في ايه؟ يا سلام اهو ميكروفون حلو. اهو يا سيدي. قول الايد. ايد ايد. انت شفت عامل ازاي؟ اللي بيحصل فيه ده؟ دي غريب قوي يا ولا. ايه دي؟ ده شيشوار. ايه دي؟ ده شيشوار يا ولا. ايوه والله. ايه بقى كيرلي؟ بياكرلي ولا لسه؟ والله يا عمر وعسل. يا وي علي. ابعد عن الحاجات دي، ابعد عن الحاجات دي. يلا تعالى اعمل برنامج قدام. تعالى اقعد اقعد. يلا يا ولي اقعد. يلا يلا. اهلا اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في برنامجكم الجميل باك تو سكول، ورجعنا قصيرين. ايوه. ومعانا متسابق النهارده، اسمك ايه؟ اسمي جابر. منور يا جابر والله في الحلقه النهارده. الله يخليك. هنبتدي باسئله السرعه ولا اسئله عاديه؟ اسئله السرعه على طول. ايوه. طيب يلا ركز معايا يا جابر. مركز. السؤال الاول. أيوة. واحد اثنين ثلاثه اربعه. الله يا جابر. يا سلام. يعني في السرعة ايه؟ في السرعة انا عدمت ياوي. ايوه ركز معايا. نعم انا مركز. السؤال التاني. ايوه. الاهلي والزمالك ويه؟ الاسماعيلي. الله يا جابر. الله يا جابر. هدي. ويهكسب. ويهكسب. ويهكسب ان شاء الله. السؤال التالت ركز فيه. مركز. اوكا واه. اورتيجا. لا اوكا وما يكسب. اعمل ابديت يا جابر على طول، في حاجات بتتغير والله. غريب قوي يا اخي السؤال. أيوة. ده انت بتشغلني ايه؟ عارف هنخش دلوقتي بقى في ايه؟ اسئله اكمل الامثله. اكمل الامثله. جاهز؟ جاهز. يلا السؤال الاول. يلا. ان جالك الطوفان زمر له. يابا هتفتحنا يابا، ركز بقى في المسابقه. يخبط ايه؟ ماشي. السؤال الثاني. يلا. العجل السليم فيه؟ في البغل العظيم. عبيط يابا، ايه اللي بتقوله ده؟ عشان الذكاوي يا والي. ركز يا جابر. ماشي. السؤال الثالث. يلا. ان كان لك عند الكلب حاجه تقوله؟ قوله يا اسقس. بص 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 يا والي، في مقلب فيه وعملت مقلب فيه. ما تفكرش عليها دي. ما انت مقلب. يلا رجع عن الكاس. يا بقول لك ايه يا والي، اتبسطت يا والي؟ ايوه. عملت اللي انت عايزه؟ اه. افهمني بقى. ايه؟ هنعمل اتنين مهندسين. تمام. تمام؟ ماشي. وانا هقف عند الباب الامامي وانت هتقف عند الباب التاني. عارف هتقف ايه؟ ايه؟ لا درجي. لا هبص هبص. تاني مش تاني. يا جهان يا جهان يا ست الكل. ايوه يا ابني. تعالي يلا عشان هنبدا، مفيش وقت. خلصت الحدوته؟ حدوته ايه؟
يا ابن حوار حازم. يا خلاص حوار حازم قلت لك انا هخلص انا بس طو. انت ابدا يلا واتكل على الله. انجز. طيب يلا يلا ايش 3 2 1 هوا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين في البرنامج اللي كلكم بتحبوه. كل عام وانتم تمام. النهارده البرنامج مخصوص علشان خاطر عيونكم اتصالات وبس، يعني مفيش اي ضيوف، مفيش اي ضيوف النهارده البرنامج. اتصالات. اهو ما اتكلمتش اهو. حطيتها وانا ساكت. اهو يا ده اسكت يلا. ما انا ساكت والله، حطيتها بهدوء. يا اسكت ما تتكلمش. اللمبه الحمراء يا سعيد. اعرف ان انها حمراء. انا بره. شوف لي الحمارة اللي بتدهوس في غاز البرسيم كل شوية دي يا سعيد. يا أستاذ أنا جايب لك الشيشة يا أستاذ عشان صوتك يحلو. شيشة إيه وزف تاني أنت جايبها؟ شيشة إيه دي؟ والله معسل القص رايق. يا ابني بشرب تنباك. هجيب لك تنباك. حاضر حاضر. أنا آسف أنا آسف يا أستاذ أنا آسف. هو ده. السلام عليكم. يا ابن أنجز. امشي يا غلس. أخلص. يلا كملي كملي. رجعنا. رجعنا لكم تاني علشان ناخد الإس إم إس. أسير العذاب بعد بيقول هاي يا جيهان، بنشكرك بجد على اللوك بتاعك التحفة، الفستان هياكل منك حتة. ميرسي قوي يا أسير. ما تشكرنيش أنا، أشكر أستاذ هاني البحيري هو اللي صممه عشان الحلقة. كمان مصدومة بجد بعتها بتقول أنا حزينة 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 إلى آخره. أنا حزينة والله على حزنك حزينة. أوكي. كمان في رقم اسمه 4 وحايد اخره 4 وحايد بيقول انفصلت انا ونهله حبيبه قلبي امبارح، شفتها ماشيه مع كورشي صاحبي. وحابب يسمع اغنيه الدنيا ملهاش عازه الصحاب في اجازه. هنلعبها التراك اللي جاي. ايه ده؟ اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ ايه؟ شوف لي حسان يا ابني. اجيب لك حسان. عمال املى برسائل يا ابني. شوف لي حسان وايمن. عمال تسقع علينا. خش تعال. ايه يا عم؟ يا رب. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا أستاذة جيهان يا مطكو. ميرسي. اتأخرتوا ليه؟ لا والله الطريق كان زحمة والدنيا عفار. معلش يا أستاذ. اجري على لقمة عيشك. اجري. يلا مفيش وقت يا أيمن. يلا يا عم. استنى اما البس الشبشب. يلا يا ابني شغلني. يلا 4 3 2 1 أيمن هوا. انتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كل عام وانتم تمام مع جيهان مدكور. رجعنا لكم تاني وهنستقبل اتصالاتكم. معانا اول اتصال من محمد. الو ازيك يا محمد؟ الو ما تقوليش يا محمد، قولي لي يا حمام. حمام. وانت فين بقى يا حمام؟ طاير ولا ايه؟ فينك؟ لا انا على الدائري. طب فين الريس والكلاكسات والحاجات؟ فين؟ سريع قوي كده يا محمد. خطر على حياتك يا محمد. كده تمام؟ كده انا معايا تمام. انت تمام؟ انا حاولت اهدي. صباح اللوز يا لوزة، ببية الحياة، كلمة الحلوة، يعني بالصلاة على النبي، احنا اللي كتبنا على علبة المربورو لازم كل شاب ياخد دوره. واحنا اللي كتبنا على علبة البلامونت محدش يعرف يعمل معانا اي بنت، وسوبنا على مصر الاستاذة جاني الاصل. تسلم لي يا حمام، ميرسي قوي. حمام ايه رايك في موضوع الحلقة النهاردة؟ الله يحنن عليك، الله يرضيك وينجح لك ام قاصد. انا اصلا بحب بس بحب سوق حريتك يا كروان، يا كروان قوي. والله انت اللي كروان والطيور كلها بتحبك يا حمام. كوباية تقول له كوباية، الاستاذة جان دي حكاية، حط كاس على كاس، الاستاذة جان هي الاساس حياتي. حبيبي يا حمام، ميرسي قوي. وناخد اتصال تاني من ام كريم. الله. هلو. الله. هلو. الله. نتعرف بيكي. الله. طيب ممكن نعرف اسمك؟
الله. هلو. الله. هلو. هلو. خلاص خلاص. خلاص. هلو. الله. هلو. مساء الخير يا أستاذة جيهان. مساء الفل. أنا مديحة. اهلا يا مديحه. ازيك حبيبتي؟ ازيك انت؟ ثانيه واحده يا صفاء، اقفلي الباب والنبي. ثانيه يا حبيبتي، في دبانه بس هموتها واجيلي. معاكي يا حبيبتي. قولي لنا بقى، ايه رايك في موضوع حلقه النهارده؟ اللي هو ايه؟ المانجا ولا الكوكا، مين فيهم احلى؟ في ناس بتقرف من الكوكا، خلينا في المانجا. تمام. قول لنا رأي، انت فين كده؟ مش سامعين. انا عند خالتي ام جرجس دلوقتي. اهو، وفي صوت قطر سبحان الله معدي بالصدفه تحتينا. اول وصوت قطر حقيقي حقيقي، يعني زي ما انت سامع كده. حقيقي حقيقي. طبعا واقعي جدا. والنبي بالنسبه لمشكله القطارات دي، كلمنا السيد المسؤول بس عشان سواقين القطارة كلهم متهورين. اول امبارح سواق القطر جه تحت البيت وقعد يخمس يخمس يخمس، عمل عفره بوظت الغيارات الداخليه كلها اللي على الهدوم. حقيقي سواقين القطارة بقوا متهورين جدا. لا يا مدام، يا مبوكي مليان، لا الحوجر الجيران ولا اتي ام فلان ولا اتي ام علان، اوكاسيون على كل حاجه حتى الدجاجه. اهو ده في سوق تحتينا اي حاجة عديمة، الالمونيا العديمة، البوتاجازات العديمة، الغسالات العديمة للبيع. الحالاتين عديمة، العيال العديمة، الشغل العديمة، الحاجات اي حاجة عديمة للبيع. حرنكش اي حاجة عديمة، الالمونيا العديمة للبيع. بص بعينك يا حبيبي. تحبي تقولي حاجة تاني لأصدقاء البرنامج؟ انا بس حبيبي احمد سابني امبارح، انا بس عايزه اوجه له اغنيه. اتفضلي. ارجع يا احمد والنبي يا احمد، طب هاتي الخمسه جنيه اللي عليك يا احمد، يا بركشن كفايه بركشن يا احمد. ايه ده الاستاذ ده عامل صوت واحده وقاعد بيكلم الاستاذه وقاعدين جنب بعض؟ انت بتقلد صوت الستات؟ ايه يا استاذ؟ ما هو والله ده بيكلم الاستاذ قاعد جنبها عشان نجيب اعلانات. يا عم اسكت. نصابين يا اسكت. نصابين اسكت يا حبيبي. انا اسف انا بس. اسف انا اسف انا اسف. كمل يا استاذ، حضرتك في صوت البنات عسل. يا احمد بحبك يا احمد. اقعد معاهم بعرف اعمل اعمل كلب في الشارع مع حد. اخرج برا. هاو هاو هاو. كلب في الشارع. منوراني. الله. الو. ايوه يا حبيبتي، بس كده خلاص، خلصت الرساله. طيب تحبي تسمعي اغنيه ايه؟ نقلنا حاجه على ذوقك. انقي لك حاجه على ذوقي. ونخرج فاصل ونسمع اغنيه علمني الام والنبي يا احمد. ودي انا اجيبها منين دي؟ انا بقى نسمع اغنيه ما اشربش شاي اشرب ازوزه انا. جهان انت بتعجزيني. ما نسمعه ما تبصوا يا أم أحمد. نخرج فاصل ونسمع أغنية على ذوق أيمن. لسه فاكر قلبي يدي لك أمان، ولا فاكر كلمة من ست جهان؟ توصل المرج بحلوان. لسه فاكر كان زمان كان زمان، لسه فاكر كان زمان كان زمان. تعم بابا 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 بابا. ونلقاكم بعد الفاصل. حلتها لك اهي. ماشي مية مية. اصلي راح فين؟ هروح دورة المية اشوف لي بقى حوار حازم. انت شاربة بيرة؟
يا ابني بطل افكي يا ابني، كل شويه رايح على الدره. شوف لحوار حازم يا ابني. حاضر. بطل غباء. والله العظيم هتصرف. يلا روح يا رب هتاكلنا. يلا امشي عشان ما يحصلش مشاكل دلوقتي على الدنيا هنا. روح الحمام، دي حاجه غريبه قوي. ايه ده؟ يعني ايه ان انا ما ادخلش على الهوا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا سعيد يا سعيد، يعني ايه ما تدخلش على الهوا؟ انا جيت لغايه هنا وانتوا اللي طالبيني، ازاي ما تدخلش على الهوا؟ ما هو في شويه لخبطه. لا اللخبطه دي من عندكم ولا هواري بقى صاحب المحطه ما عارف ان انا جاي قال لكم ما تطلعش على الهوا؟ لا الموضوع مش كده هواري. امال ايه؟ لا بقول لك ايه، انا المحطه دي انا بنيها كلها على كتافي، ان الهواري بقى يضحك عليا ويخرجني من الشراكه وما يدينيش ولا مليم لغايه دلوقتي، ده موضوع تاني. ايه ده، انت ما خدتش ولا مليم لغايه دلوقتي؟ ولا مليم. انا لو منك ما اطلعش في الحلقه. يا سلام. ما اطلعش. طالع في الحلقه غصب عنك وعن هواري. لا ما هو مش اصلي، مش بمزاجي. امال بمزاج مين؟ الميكسر بايظ وبيهنج. ميكسر ايه؟ انا جايب احسن ميكسر هنا في المحطه. لو في اي مشكله ابعته شوف المهندس المسؤول. مهندس مسؤول ازاي بس يا سعاده الباشا؟ انتوا بعتوا للمهندس؟ احنا بعتنا للمهندس. اه قال هيبعت بعت الفني هيجيب اثنين مهندسين. طيب يعني في اثنين مهندسين جايين يصلحوا؟ اثنين مهندسين جايين يصلحوا. ماشي انا استنى ما يجوا يصلحوا. يا جميل تعالى يا جميل. ايوه ايوه يا باشا. تعالى شوف الباشا يشرب ايه. شربات الباشا. روح يا ابني اعمل لي الشاي بسرعه عجل. ايوه هو قرفان مني ليه؟ ايه اللي قرفان مني؟ انت ساعي يا ابني، انت ساعي فراش، انت فراش. أيوة. انت فراش، بواب، زبال، دي الادوار اللي بتليق فيها يا ابني. يعني هديك ادوار ايه؟ مغلبني، هوديك فين؟ والله بعرف اعمل ادوار تانية. يعني ينفع تعمل مهندس؟ والله اعمله باش مهندس. هتجود فيه يعني. وده ينفع يعمل فراش؟ اعمل فراش. تعمل فراش ازاي؟ اعمل فراش دلوقتي هيعمل. اعمل انت فراش واعمل انت اللي هو المهندس. ما غيرنا الاضواء. يلا انت المهندس. ماشي. ايوه تعال وريني. انت مهندس وانت فراش، هتعمل فراش ازاي؟ روح يا ابني هات لي شاي. حاضر هجيب لك شاي اهو. ايوه برافو. كل ما تزود العبط هيبقى احسن. ها روح هات لي شاي. اعمل زيه. اعزائي المشاهدين احط شاي على القهوه. لا ما تقلقش، خلي ليك شخصيه مستقله. هتعمل الشاي ازاي؟ اعمله وحش قوي. انا ممكن اعمل الشاي على تراك والسكر على تراك ونعمل ديزولف ذوبان لل ابن ناس. ده ينفع يعمل فراش ازاي؟ انت ينفع تعمل بقى مهندس؟ انا اعمل له احسن منه. ورين بيعمل ايه، بيطلع الناس على الهواء. اه يلا 3-2-1 هوا يا اساتذة، كله ارجع المايك. ده سايس ده، فاضل تقول تعال تعال تعال. أنا ده اخرك يا ابني. بحب الادوار دي، مش عارف. روح على دورك اجي. تعالى عمد انت دورك رخم. لا لا انا جاي معاك، انا خارج معاك. ايوه هاخده معاك. يلا انا مستني اطلع على الهوا. ايوه ان شاء الله. وخدوا البتاع دي، وقعت من حد. اه دي بتاعت حد. يلا هات هات المحطة. محطة باظت من ساعة ما انا سبتها. السلام عليك. عليكم. يا لهوي نسيت المنجلي. نسيتها والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انتوا مين حضراتكم؟ احنا المهندسين. مهندسين مهندسين ولا حي المهندسين؟ لا احنا المهندسين اهو، هنعمل ايه تاني؟ انتوا لسه في الجامعه يعني ولا ايه؟ لسه جايين من لجنه. يعني خلصت امتحان جيت؟ لسه والله متجلس حال. يعني انتوا مهندسين؟ ايوه ايوه صح. المسطره اهي. وايه دي؟ ايه اهي. اهلا وسهلا. عموما اللي انا عارفه ان الميكسر بايظ، فياريت بسرعه تصلحوه لان احنا هنطلع الهواء على طول. ماله؟
المكسر بايظ. ليه؟ حصل بقى نصيبه يعني، باص تقريبا هنج او حاجه يعني. ايه المكسر هنج؟ ايه هنج دي يعني؟ يعني 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 حد زعله يعني ولا جه شمال شويه ولا ايه؟ حد زعل ايه؟ لا اكيد في سلك بايظ، اكيد في حاجه بايظه، ممكن يكون هنج فمحتاج تعمل له ريستارت مثلا. ايه مش فاهم. بص يا باشا انا حراميه والله العظيم، حراميه وجايين نسوي مش وافق. كان دي بعد ما تقولهاش يا غبي، ما تبقاش غبي. يكشفنا والله. لا يكشفنا ليه؟ ما حدش فاهم حاجه. معلش انا اسف، هو الاخ كان بيقول احنا حراميه بقى. لا لا ده كلام، ده كلام فاضي، ده عيل صغير ما تاخدش على كلامه. هو ده مين بالنسبه لك يعني؟ ده ابني. ابنك؟ ايوه. ما شاء الله، وجاي بتدربه؟ بتدربه على ايه؟ بتدربه على الهندسي. دربه على الهندسه؟ ايوه. يعني مش فاهم يعني حضرتك. عموما المكسر بايظ، فيا ريت. المكسر اتكسر؟ المكسر اتكسر ولا حصل له ايه؟ المكسر اللي هو بتاع الصوت. ايوه بايظ، فمحتاج ان احنا نصلحه يعني. يا سلام، ده يعني ده انتوا تؤمروا يعني نصلحه يعني نعمل له؟ والله العظيم احنا حراميه. يا ابني في ايه؟ كشفنا والله. كل ما لغوش ترجع كاننا يا كاننا. ما تعمليش كده حضرتك، في يعني خلاف بينك وبين اب وابن. بص يعني يا باشا، انا اصلا بكره ابويا ده، انا بحب خالي. يا ولا ما تصدقش في الكلام يا ولد. لا اصدق. مش مصدق في الكلام. كلام ايه؟ اللي يقول لك الخال والد. والله هو مصدق ان الخال والد؟ فاكر ان خاله هو يا ابن انا ابوك يا ولد. لا خالي اللي ابويا. والله انا اللي جبتك. لا والله خالي اللي جبتك. ده كان لسه صغير خالك. امي كانت لسه صغيره. ايه دي؟ ايه العند دي؟ عينة دي قوي. يعني حضرتك هو مش مقتنع بيك كأب يعني؟ خالص. بس يعني هنعمل ايه؟ اهي الدنيا. يعني واضح ان عندك مقاس كتير. عموما هنتكلم في المقاس بتاعكو اما تخلصوا تصليح المكسر. اتفضل. ماله المكسر؟ بايظ. بايظ ازاي؟ تصعبان عليك المكسر؟ يا عين. المكسر بايظ. يا عيني على المكسر. يا عيني. لا. وكان جاي جديد وزي الفل والله. يا عيني عليه. طب وسايبينه ليه لوحده الفتره دي؟ انت قلبت على حاجه ليه كده مره واحده؟ خدوا الحقوق. انتوا اللي خدوا الحقوق. مش هتدي شغلتكم. ما تقلقش والله العظيم هنصلحه. ما تقلقش. وانتوا جايبين تصلحوه؟ ايوه كل حاجه. المرزبه دي عشان ايه؟ مش لما التلفزيون يبوس عندك في البيت بتدي له كف يشتغل؟ الراديو لما يبوس لازم تجيب البتاعه دي وتنزل عليها. يعني انت تقدر تشيل البتاعه دي وتنزل عليها؟ ان شاء الله. اقول يا رب. يا رب وريني كده. مش هنشوف بقى بعدين. وريني. يا حاسب ما يداش ديج الدنيا يا ابني. تقيل اعمل ايه؟ معلش. عموما المكسر جوه، اتفضلوا خشوا صلحوا. المكسر جوه؟ يا لهوى على المكسر دي. الله صعبان علي الواحد ومرمي. يا عيني. يا عيني عليه. انت بتجره؟ اعمل ايه؟ يلا يا ابني يا ابني يا ابني يلا. ليه؟ يا ابني خلاص. تبقى ايه؟ يلا اتكل على الله. يلا اللي هنا هو؟ هو هنا. بقول لك ايه؟ ايوه. هو ده الحريمي ولا الرجالي؟ ده الاوضه بتاعت الكنترول. احسن جايين من سفر والله. عموما الاوضه كبيره، براحتك يعني. ماشي. طب. يا رب. يا الله. يا نهار ابيض. يا سلام. يا 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 وانا من صعيد الجواني والبت حلوه وعجباني. انا من صعيد الجواني والبت حلوه وعجباني. يا يا انا من صعيد بتتكلم فيه. هو ده اللي بايظ بقى. ايوه. خلي بالك ده ازاز. ده ازاز يعني ما تعديش ايدك منه كده. ها ايه دي؟ ايوه. مال المكسر بايظ؟ يا عيني. يا كبدي على المكسر. يا كبدي والله كان زي الفل. يا لهوي. يا لهوي. ده كان خاطب ميكروفون. كان خاطب ميكروفون. يا محمد يا لهوي.
كانش يوم. يا لهوي والله ما كانش يوم. يا لهوي يا بنتي يا يعني كان والله كان غلبان. انتوا جايين تندبوا النهارده وتصلحوا بكره. كان غلبان كان رايح اختبارات الاهلي والله المكسر. يا ناس معلش يا اختي معلش تعالي نصلحه ونسرقه والله نسرقه يا ابني. بس مفيش في ايه؟ وجع مات وقع بجد دماغه ماتت. فاتك خلاص اجري فاتك. يلا صلحوه تعال. ماشي ان شاء الله. انا مش فاهم انا مش فاهم كل حاجة غلط في الاستوديو ده. إيه ده أنت لسه هنا؟ آه طبعًا لسه هنا. ما مشيتش ليه؟ وأمشي ليه؟ أنا هطلع على الهواء وبعدين المهندسين اللي بعتتهم الشركة جم دخلوا يصلحوا الميكسر، هم شكلهم غريب شوية بس أكيد هيصلحوا. لا مش هيصلحوه أكيد، مين اللي قال كده؟ هم قالوا إن هم هيصلحوه والشركة بعتها. آه ثانية واحدة ثانية واحدة. آه دي سمسمة. سمسمة مين؟ سمسمة دي أشهر راقصة في الوطن العربي. آه يا سمسمة. ها عرفت توصلي للاستوديو؟ اه هو ده. ايوه الباب بقى نفسه زقيه وخش. يلا تعال. ايوه يا بيبي انا جيت اهو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاستاذ سعيد ده مهندس الصوت عندنا في الاستوديو هنا، والفنانه الراقصه سمسمه اللي مكسره الدنيا كلها. اه طبعا طبعا الفنانه سمسمه دي اشهر من فلفله. دي اشهر رقاصه طبعا. ليه هستضيفها النهارده معايا في البرنامج باذن الله؟ ايه ده هتستضيف رقاصه معاك في البرنامج؟ اه طبعا. والناس هتشوف ايه كده بقى؟ يعني مش فاهم. ده اول مره، ده سبق كبير جدا، اول مره رقاصه تطلع في الاذاعه، والناس اللي بيسمعوا بقى يتخيلوا براحتهم. ايوه اللي يتخيل مناخيرها، اللي يتخيل عينيها، اللي يتخيل ودانها. بس انا اتخيل بقى زي ما انا عايز. يعني مثلا هي الرقاصة ايه غير ودان ومناخير وعينين يعني؟ يعني تطلع مثلا تقول ايه بيريب بيريب بيريري ريب مناخير بقى. بالظبط يعني كل واحد يتخيل اللي هو عايزه. تخيل بقى انا حر. لعلمك النهارده هتبقى حلقة جامدة جدا ان شاء الله. هنكسر بيها الدنيا. هو انت هتطلع من الفصل خلص؟ يا نهار اسود. جه ايه ده؟ جه برضه إيه ده؟ رحت جبتهولي. رحت جبته. استضيفه انت بقى. لا مش هينفع استضيفه انا. يا سعيد أيوة مش تقول لي من الاول ان البرنامج تقديم الاستاذه يعني تكلموني وتخلوني اسيب اشغالي عشان اجي معاكم وفي النهايه الاستاذه هي اللي بتقدم البرنامج؟ هو في غيرها بيقدم برامج عندنا؟ ماشي مفيش غيرها. انا عموما هطلع البرنامج. احنا قدامنا قد ايه؟ احنا قدامنا 10 ثواني ونبقى هوا. يلا طب دورها انت بقى. مش هتكلم. ماشي انا هخش اول ما تدخل هوا. اللي عايز يقدم يقدم. يلا طيب. اتفضل. 4 3 2 1 استنى اتقل. انا مش فاهم. انا المذيع اللي اقصر من الكرسي دي. 4 مش عارفه تشقلطي ولا ايه؟ ادخل. اتفضل. 4 3 2 1 ايمن. هو توميتو تو تو هو توميتو هو توميتو تو تو هو توميتو اسمع غني على هوتوميتو راديو 00.8. ورجعنا لكم تاني علشان ناخد اتصالاتكم وبس. مفيش اتصالات. ها مفيش اتصالات. اقطع. هلو اقطع. الو تي 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 تي. طبعا الخط ما اتقطعش كده غلطه. وبالمناسبه دي هنتهز الفرصه وارحب بالاستاذ حازم بيه. اهلا حازم بيه، معانا النهارده في البرنامج. اهلا وسهلا بالمذيعه المتميزه جيهان مدكور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن تعرفنا بالضيفه الجميله اللي حضرتك جايبها معاك في البرنامج؟ الفنانة سمسمة اللي هزت وسط البلد كله. الفنانة سمسمة يعني لأول مرة بتطلع في الإذاعة، وهي فنانة ليها مستقبل كبير قوي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيكي. وانتي يا سكسكة سمسمة يا حبيبتي. تن ترارارن تن تن. اسمها سمسمة، خلي بالك انت غلطتي بس اسمها سمسمة. عفوا. اهلا سمسمة. نحب نعرف تاريخك في الكباريهات والموالد والشوادر.
أنا طول عمري من وأنا صغيرة كنت بروح مع مامي نطلع نسمع الأغنية اللي بيحبها حازم بيه، أرضك بتنده تعالى. يا جهان يا جهان بتهزر يا جهان، ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتخرجي فاصل يا جهان؟ معقوله تهرجيني على الهوا كده؟ وايه علاقتك بيها وازاي مش عارف ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده يا جهان؟ خلاص بقى، ما انا هعمل لكم ايه؟ مش بتلبسني، دورها انت بقى. ماشي يا جهان ماشي، انا بقى مش هخليكي تكملي في المحطه دي يا جهان. يعني ايه ان انت من صاحب سمسمه ويعني ايه سكسكه؟ بلاش الكلام الفارغ، وايه النفسيات دي؟ انا كانت غلطه في حياتي يوم ما اتجوزتك اساسا. والله غلطة، انا اساسا كنت رايح للصوت ما شفتش الصورة ابدا. يعني المذيع يفضل طول الوقت الناس عارفينه صوت، اول ما بيظهر خلاص كله بيقع. انا غلطت اساسا. انا اللي غلطانة اصلا ان اتجوزت واحد زيك يطلقني بعد تاني يوم اول ما يعرف صوتي الحقيقي. ايوه ميرسي قوي، وانا كمان عرفت انك متجوز عليا. انا اساسا متجوز، انا اتجوزتك عليها، وما تجيبيش سيرة الجزمة اللي في البيت. انت متجوز؟ دي مفاجأة كنت محضرها لك. شوف بقى الرقاصة اللي هتتجوزها. هيتجوز رقاصة؟ مش كده يا حزومي؟ النقلة في الأداء دي غريبة أوي. أيوة طبعا يا قمر، طبعا طبعا. وبعدين أنا استحالة أتجوز راجل متجوز، أنت لازم تطلقني. إحنا على الهوا، إحنا على الهوا، احنا على الهوا، مش تقول احنا على الهوا. ما انا الميكسر بايظ. الميكسر بقى ايه؟ اتصرفي اتصرفي يا جهان اتصرفي، كل ده اتسمع، كله اتسمع بسرعه. اتصرفي اتصرفي يا نهار اسوح. وده كان جزء من الحلقه الدراميه اللي حضرتها النهارده علشانكم، ومحتاجه اسمع اتصالاتكم. عايزين تكملوا الحلقه ولا لا؟ مستنيينكم. معقوله يا جهان؟ معقوله جهان؟ انت اتجننتي؟ حلقه دراميه تاني هنجيبها من الحلقه الدراميه دي؟ اخفى دلوقتي، قلت اي حاجه. خلاص يا جماعه، هي كويس ان هي اتصرفت، كويس ان هي اتصرفت. المشكله بقى في مراتي، انا مراتي ما بتقفلش المحطه دي خالص. يا رب تكون ماتت قبل ما تسمع الحلقه، او يا رب تكون سمعت وبعدين ماتت، او في النص الحلقه تكون ماتت فما كملتش، مش عارف. المهم تموت وخلاص. انا مش خايف من مراتي ولا حاجه، بس ايه يعني ده؟ ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل على الهوا ده كان بجد؟ ايوه كان بجد، كنا على الهوا. الميكسر بايظ يا يوسف، انت هتبص لي وتعمل لي كده وانا اعمل ايه؟ دي فضيحه يا ابني. ايوه طبعا فضيحه، وكويس ان جهان اتصرفت وقالت ان ده مسلسل درامي وبتاع. انا مش هممني اي حاجه، يعني مش هممني اي حاجه. انا مراتي بقدر اعمل لها كنترول، ولا تقدر تتكلم، يعني مجرد ما تقول كلمه انا بسكها على طول، الا مراتي يعني. هو فين؟ مراتي مراتي فعلا. ايوه الالتراس كلهم بيقعدوا هنا فعلا. انت جيهان؟ لا مش انا، تعالي كده. انت طبعا مش جيهان. ايوه تعالي لي كده. انت جيهان يا حلوه الملامح؟ حضرتك اللي مش جيهان بيروح في اي ناحيه؟ كلمه ورد غطاها. انت جيهان حقيقه؟ تعالي لي بقى. حلال الله اكبر. يا حازم احنا خلاص خلاص يا أمال. خلاص إيه؟ خلاص يا أمال. هي دي اللي أنت رايح تتجوزها عليا؟ فيها إيه زيادة عني؟ بالونة زيها زيي. بس هي بالونة بجنيه، أنا بالونة بخمسة جنيه. اللي بيتحط فيها الرز وتعملها كده دي. أيوة فعلاً، أيوة فعلاً. البالونة اللي بيتحط فيها الرز، فيها شوالين رز أهو لغاية دلوقتي. حاضر. وانت يا بت، انت سمسمه؟ انت اللي بترسمي عليه؟ عايزه تتجوزيه قطه؟ نونوتي له يا بت، نونوتي له. ده انا هقطعك. تعالي بقى كده، استني بس. تعالي كده، انا فاهمك بس هفهمك. انتوا رايحين فين يا امال؟ تعالي يا امال، ما ينفعش يا امال، ما ينفعش. يلا مع بعض، كله مع بعض يا جماعه. ما ينفعش كده. اسمع سقفه كبيره. يلا يا عم بوحه، يلا اجري. صبح يا عم الحاج. انت بتجري رايحه فين يا بنت؟ يلا بس يا بنت، تعالي هنا. الله الله الله.
كهرباء. شد الكوبس ده، انا هكهربكم كلكم. تجد شد الكوبس هنا في الاذاعه. ايه اللي بيحصل؟ هواري هواري، حصل مشكله عندكم في الميكسر، ف يعني حبت جيهان تتصرف فقالت بس الموضوع ده يعني، فكله تمام ما تقلقش، كله تمام. ايوه، مين السبب في المهزله اللي حصلت من شويه؟ انا السبب، وانا اللي هقفل لكم المحطه دي. ده انت اللي هتولعي لنا المحطه وتخليها في السماء. يا هواري مهما كان برضو المدام. وبعدين ما هو اصل انت مش فاهم ايه اللي حصل. الخناقه اللي حصلت ما بينكم اتحولت لحلقه دراميه والناس متابعاها موت، والاعلانات بقت كده على الاذاعه. يعني جاي لك مكسب زياده كمان. طبعا، والناس هتموت وتعرف ايه اللي هيحصل ما بينكم. ابوس ايديكوا بقى، الناس بتحب الفضايح. يعني انت طلق دي، وانت اتجوز دي، وانت هاخدك وانا ماسك. ماشي، انا مستعد اولع لك المحطه بتاعتك دي واجيب لك اعلانات قد اللي جات لك 10 مرات، بس على شرط نسبتي ترجع تاني في المحطه 50%. هترجع النسبه. الفلوس اللي انت واكلها عليا ترجع لي. حاضر. ابقى انا في مجلس الاداره. هتبقى انت مديري كمان، وانا هعيش خدامك طول العمر، بس الحلقه تكمل. اكمل لك الحلقه. خلاص، بص بقى، الموضوع ده الليله دي انا اللي شلتها، وانا اللي عملت السبوبه دي. عايزه 20%. هديك 20%. خلاص حاسم، مش هكمل البرنامج الا ما تقطع علاقتك بهناء وشيرين دول. خلاص هقطع علاقتي بيهم. ايه ده، انت مش هتتجوزني؟ هقطع حته صغيره بس. حازم، خلاص يا ستي، قطعت علاقتي خلاص. هتجوزك انا يا عسليه، انا اصلا بموت في النسوان. المهم الحلقه تكمل يا جماعه. ها ماشي، يلا 4 3 2 1. هوا بتخوني يا حازم مع الاثنين دول؟ عايز فضايح. عايز فضايح صراحه. انا مش اول مره اخونك. ايه، انا خنتك طول عمري، خنتك من قبل ما اتجوزك، خنتك في كل حته، خنتك في الاستوديو، وخنتك في البيت، وخنتك في الغيط، وخنتك في الراديو كمان. الراديو اديني في خش يابا. ارفع ايدك، يدك فوق، ارفع يدك فوق، ارفع فوق. هو انتوا ايه؟ انتوا حراميه فعلا بقى. ماسك ار بي جي داخل علينا بار بي جي. ايوه ايه، ايوه. ماشي، حاضر. اتفضل حضرتك، عايزين ايه؟ طب احنا تحت امركم، طلباتكم ايه؟ فكونا الراديو وهاتوه، عايز احطه في العربيه. عربيه ايه اللي تحط فيها الراديو ده كله يعني حضرتك؟ ماليش سؤال يا ابويا، ايه اللي قال لي كده؟ ما انا اقول لحضرتك انا كيف اقول. هتفك الراديو ولا لا؟ الراديو ما بيتفكش. يا لهوي يا امي، ما جاتش فيه، ما جاتش. يبقى اللي جاي هتيجي. فين الراديو ولا بيتفك منين يا ولد؟ يا عم ده راديو كبير ما بيتفكش. يا سلام، انتوا مجانين. غاب انت كمان، امسك ده. فاضلش غيرك. ايه؟ قول على الحقيقه. اقول ايه؟ قول بدل ما تموت. الراديو بيتفك؟ الراديو بيتفك؟ ولا امشي. ما جاتش فيا في ازاز. الراديو بيتفك، انا افكه لكم. حاضر يلا افكه لكم، بس قبل ما افكه عايز اقول بس للمستمعين، لانهم سامعيننا دلوقتي، ده مش جزء من التمثيليه ولا حاجه، دول اتنين دخلوا اقتحموا المكان وعايزين. حاضر حاضر حاضر، هقول لهم كلمه واحده بس، كل عام وانتم تمام. احنا سمعنا مره زمان على حدوته اسمها سندريلا. احنا سمعنا مره ناس على حدوته اسمها سندريلا. النهارده هنشوف يا ناس تبطلنا زي تريلا. كان أول واحد يجيب التريلا، زي التريلا ابن عطوة تريلا.
أول واحد يجيب التريلا وكان متجوز انشراح انشراح يا ابوي ما أنا في الله عايشين عيشة هنية والناس كانوا بيحسدوهم دول كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا يحسدوهم صحيوا من النوم مرة يا ابوي ما لقوش عطوة صاحب التريلا يا انشراح ما تحملش هم اهو جال حزاك الدهل قال يا انشراح ما تحملش هم انا هكون معاكي هكون معاكي بدل التريلا لا 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 ولا 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 اطلع من تريلا اقع في دهول قالت يا زمان كفايه ذل اطلع من تريلا اقع في دهول سيد قال هتتجوزي ليه يا ماي قالت له ذل راجل ولا ذل تريلا وكان يعامل سيد كويس اتزوجها ذاك الدهل وكان بيعامل سيد كويس لحد ما ماتت امه وسيد لا عنده خال ولا حتى عمه اتجوز هذاك الدهن وكان بيعامل سيد حلو لحد امه ما ماتت وسيد لا عنده خاله ولا حتى كمان عمه وكان متجوزها ومخبي عليها انه متجوز ومعاه تلات عيال كان مخبي عليها الدهن اللي كان مخبي عليها انه معاه تلات عيال ولما ماتت انشراح منافلة جاب العيال وقعد في البيت واستولى على البيت واستولى على سيد وبرضه استولى على
ياتوما. خدت بالك مني ياد زمان؟ ده انا كنت بعمل كده، كنت خاربها. خلاص كده يا دادي، البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قولي ان شاء الله. نعم، الصدق والوضوح هم اهم شيء. يا ابيض يا اسود، يا احمر يا اخضر، يا اصفر يا ازرق. يما يا حبيبي، هو انا باخد رايك في دهانات الشقه؟ ما تعفرتنيش. اسمع يا اولاد، انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص احنا نطرده ونرمي لك لابس سكك تنهش في لحمه، واذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره. ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ اخلاقي يا اولاد، اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه. وشغالها تقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع. لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب. وبعدين اسمعوني يا ما تعفرتونيش، شغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار. لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترجع على طول. اه ده خنطر. الله يسلمك يا حبيبي. كده ياد ايه رايك يعني، نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وبقى محتاج حد يجهز الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا. وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل. يا لا يا عم، انت بص انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا اعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترجع على طول. يا ولد عنتر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه يا عبتواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين؟ انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا ابتي يا ابتي، شغاله يعني امراه انثى تعيش مع ثلاثه اولاد وشايب، قالوا شغاله حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا اولاد، تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني، حكايتنا عالربابه. معرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابني حبيبي. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص سيبها. ما عرفش اسوق. ده سيد تريلا من شراح منافيلا. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان، وانت ما كنتش عايز نركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده، احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات. انت ايه؟ انا راجل. لا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظره ضعيف، طب اقول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب بتكذب. لا والله ما بكذب. لا بتكذب والله ابدا، انا راجل. سيبك منه هنا وتعال كلمنا. ايه ايه ده اخويا، ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا
يا سيد. نعم. خليك معانا يا سيد، كلمنا يا سيد. ايوه. يا بيه يا بيه يا بيه، انت سايبني كده يا بيه من غير ما اركب العجله، وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخ البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر دي لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني، ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفلجنيش. اسمع، العيال دول تعالى يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالتلاته ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي والله. اسمع، هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ البيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا. مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيتي انا، وانا لازم اقعد هنا يا عمي. ده بيتي، ده بيتي، وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بابي ولست لي علاقه بهذا، انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق علينا البيت كده يا سيد، واتخلى يا سيد اتخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اكنس وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا، وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي، دي بتاعت المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام. اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول. هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا اقول ايه؟ اقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم، اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكو؟ اي نعم، عشان ولاد البواب. ماشي، حضر لنا بقى لقمة هنية، ها، عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين، ربنا يكرمك. انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يو بقى انت مين بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ مرتبطة؟ انت مستقلتني هنا من شوية وقلت لك اما كنت سامع الاجابة. مرتبطة. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم. اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد. عايزك تسخنني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد، خلينا نقلع. اقلع انا مسك. يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم في... اقلع ايه؟ انا مش هقلع. اين الطعام اللذيذ؟ ادي لشهز. يا عم تواب يا ابن البواب. نعم. الحق اخوك بيقول لي اقلع. ما انا نفسي جاي اقلع واتفرج معاك. ايه الاخلاق بتاعت العيله بتاعتكم دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمه ويريدك ان تلعب قصاده. ملاكمه. انا خيالي راح في المصارعه. لا انا داخل بقى بطوله البلد وعايز ابقى ولد، فعايزك عايز ايه؟ عايز ابقى ولد. وانت ايه، بنت ولا ايه؟ بنت ايه؟ انا عايز ابقى ولد، يعني ابقى بطل، فعايزك تسخننا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا احضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه، انا عايزك تسخنني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس، في ايه؟ صكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده، انت مين؟ يو مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك، خلي بالك. يلا. هو
بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاك كده، انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش يابا يابا حضر لي الماتش يابا. رجاله تعالوا تعالوا، عايزك تسخن، عايز البطوله. يلا عايز البطوله السنه دي، هنفخ لك ميه في بقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي يلا. يلا يلا يا حبيبي يلا رن الملعب نبتدي. يلا يلا الدوله الاولى يا رب. ويبدا الماتش اعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول، بس الماتش هيبقى دهول. اقول لك ايه، انا مش فاضي. يا ولد يا اديله يا دهول اديله، ما ترحموش اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه بعدين بقى في الماتش الغريب ده؟ ازنكوا ازنكوا ياض، حلق عليه حلق عليه ياض حاج. الحبل وقع الحبل وقع. بعدين بقى في يوم الازرق ده بقى انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله وجبالة هدو شريعة سدو، عنتر جالكو يلا استعدوا. جبالة هدو شريعة سدو، عنتر جالكو يلا استعدوا. يا رب يا رب، يعني ابويا يموت امي تموت وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي سيد. انت سيد. نعم. قوم افتح الباب، سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبه جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه. ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ اتفرج عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبه. ياي ده شكله وحش قوي يا لولو. لا هو ما تخافيش يا حياتي ما تخافيش. بقول لك ايه، تعالى سشوار لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. بس اشوار لك شعرك؟ بسرعه بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. احط الفيش فين يا لولو؟ لولو اسمح، عندك في عندك كوبس؟ ساشور وانت شاكت. وانا شاكت ازاي؟ ساشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوبس؟ ما عنديش كوبس. طب ساشور كده من غير كوبس؟ ساشور اكنك بتساشور. اقول فو. بقول لك ايه، خلاص فو. بلا فو بلا بتاع. سقف سقف. حاضر. اخيه 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 اخيه، واجب تسقف لهم يا سيد، واجب تسقف. ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله روح اعمل الغدا انت، روح. حاضر. وانا اسقف للقمر ده. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمراء؟ وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي يلا. بينا.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث، يا مغيث، أبي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأكا وأرتيجا؟ ومن هذه الراقصة؟ والله كوكو عايزة لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لأنني نزلت لكي أشرب حجرين معسل على القهوة. طب والله ما أنا ساكت، والله ما أنا ساكت. أيوة ما تسكتش، ما تسكتش عليهم، ما تسكتش، هتعمل إيه؟ فعلا سأشرب الشيشة هنا. يلا رصي لي حجر يا سيد. حاضر. هاي حاضر، هرصي لك حجر. حاضر. يلا يا سيد، عايز اتغدى يا سيد. حاضر، اعمل لك الاكل. حاضر سيد. هاي تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر، هاجي اعمل لك مساج. سيد ها، تعال نسقف يا سيد. حاضر سيد، رصي لي حجر يا سيد. حاضر سيد، تعال اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر سيد، مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر سيد، ها تعال نسقف يا سيد. حاضر الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر مساج بسرعه يا سيد. سقف بسرعة. الحجر يا زيكس. مساج بسرعة يا سيد. الحجر يا زيكس. يا سيد. أسرع. يا سيد. مساج. الأكل يبرد يا سيد. مساج بسرعة يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. يا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة. كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز توائف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعصب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهائي؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين، الشمال بتاعته لو جلت اليمين تلزع على طول في وجهه. اركب الهوى. في ايه يا اخوانا؟ انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني؟ في الملكي؟ اه جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد ارهابي شنقيط. انا نعم. شنقيط؟ نعم شنقيط، وانا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية ارهابية كبيرة. وانا اقول له لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور بإشارة غريبة ويحرك صوابعه الاربعة. والله ايدي ما مطوعان اعملها. أنا؟ يا جماعة، يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. عذراً أنا لم أقصد الجماعة دول، أنا قصدي الجماعة دوكهم، وعشان كده جيت لكم النهاردة سايب لكم دعوة. دعوة؟ دعوة إيه يا حبيبي؟ دعوة إن شاء الله مستجابة. الملك دعيكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد إيه أبوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا. قوله عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور. يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم هامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني. يلا اركب الهوا، اركب الهوا. شيلوا يا حبيب الدين. حلو، يلا بعد، يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل، ده حلم ولا خيال؟ ما هي حلم او خيال، هي هي. ولكن هذه قلة حياة، حفلة ومسخرة. بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقين ياكلهم ويعملوا حفلة، الحفلة حرام. يا عم عبا يا عم، هو يعني ينفع الأميرة دي أصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه ده تحبك؟ ده انتوا عيال جمال. الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. هو مش واثق من نفسه، أنا مش عارف ليه. بتكلم على اولاد انا، ما بتكلمش عليك، مالكش دعوه. يا عم انا برضو زي اولادك، ما انت جوز امي اللي هي مش ام، اللي هي مرات ابويا الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروحوا تعملوا ايه انتوا بقى؟ انا هروح ارقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى جيرل فرق. ايه؟
الجيرل فريند بتاعتي. ايوه ايوه دي سهله. ايوه وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله لما تلاقيني بقطع الوادي النجير اللي جاي هتحبني. ايوه وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد والله؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ياد انت اجرفني في عشتي ياد ياد. انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفلة؟ ايوه. لا هيقعد على التواب هنا وانت وهو وانا اروح انا وعيالي الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول موزس حرام اللي مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم ويمكن الاميره تعجب بيه او تتزوجني. خلاص ماشي سيد تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاك. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكم الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت وعشان مناخيري كبيره شويه وعشان شعري وكشي شويه وعشان نظري ما بشوفش خالص ابقى انا عفريت؟ انا عفريت؟ لا حول ولا قوه. هيبكينا سيد هيبكينا واحنا رايحين مهمه مستحيل. اسمعوا يا اولاد احنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشه على ما نرجع. ماشي. بالمره واحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانه لان انا محتاج اوريك حركه جديده. يعني ايه الحركه دي يا حبيبي؟ ده في ايه؟ ايه في في كلاب في البيت. اجري اجري يلا اجري يلا. عايز اروح الحفله. اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا سيد تريلا يا سيد مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد سيد يا سيد. ايه ده انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد. وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ انا نفسي اروح الحفله ونفسي الاميره تعجب بيا ومثلا ممكن تتجوزنا او ما انا جاي عشان كده مثلا او اي حاجه. ما انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد؟ انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعه؟ ماشي يا عم متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شويه كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفله. ماشي حاجات بسيطه يعني. كلها حاجات بسيطه. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد انا عايز اقول لك على حاجه الاول. ها بص يا سيد. ايوه يعني اقول لك على حاجه بسيطه. ما تقول اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعليه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. حضرتك هتكرهني في كل السحره ليه كده؟ بص طب انا وش في شويه تغييرات هعملها لك، هنقصر الشعر شويه. أيوة. والسوالف تتظبط. ايوه ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين. انا بقى اعمل لك حته الدين قصه. ايوه بس انت عندك جل شعر كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. رؤيا الجل بشكل
ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ ها؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال اتشال. اتشال شال؟ اه. يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل، بس انا عايز اقول لك على حاجة، ممكن اخد الكرسي بس عشان عليه قصاد. هو حضرتك مين؟ أنا الساحر الطيب. ماشي، بس خلي بالك يا سيد، أيوة. الساعة 12 وتلت يا سيد، أيوة. تيجي، وإما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي حاضر. يا سيد. الساعة 12 وتلت بالظبط يا دي اللبخة. 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكره والنبي. ياه اخيرا اخيرا هروح الحفله بتاعت الاميره. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بقول يا غاوي يا الفن اسمع فن عراي، يا غاوي يا الفن اسمع فن عراي، يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الرايق، وعاوز الموجودين معانا النهاردة والمشاهدين يكون مزاجهم كمان كمان رايق، يكون مزاجهم كمان رايق. وسيد بعد ما شاف الذل من جوز امه جاله الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق، وكان الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، وعال أبيب الأميرة تبصي بعنها وتشوف، عشان الأميرة تنقي بعينيها بقى وتشوف، ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكرا سيداتي ساداتي، قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية، شكرا لكم، كان معكم عثمان أبو العافية، فتكوا بالعافية يا حراس. ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي عمري مولاي. لا 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 لا، انتوا متنكرين عاملين ديك رومي إلا يعني ايه يعني؟ ما انت متنكر عامل سوداني، انت عملتها قبل كده. لا اللي فات ده كان سوداني، دوك هنوبي. هي تختلف؟
ما تختلفش بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت احنا ندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم. فتشت البوابات؟ يا فندم بس في مشكله. خير؟ ألطرس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك. ملك يعني ما ينفعش يموت، ده دوبك يتكش. يخرب بيت عسلي. انت عسل. والله سكر الحمد لله. ندخل في المهم بقى مولاي. المهم الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدعنا انا. اسكت، مش البرشام جه بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم، خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه. اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا ابوس ايدك، بلاش ناكل ايه؟ ده انا ما تشيلوش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه؟ يخرب بيت عسلي. الملك جايب لنا واحد يقلش علينا. لا بس والله بيضحكني من القلب والله. يلا يا ادي انت وقت لها بره عشان ندخل جلاله الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ التعبت؟ انت ما اتجننت في دماغك؟ اركب الهوا. يلا يا ادي. سلام عليكم. فليتفضل جلاله الملك. دين دي 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 دين دي دين دي دي. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام؟ كله تمام يا مولاي. تمام. انا عايز اسالك بس. انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟ يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام. بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام. الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في موضوعنا. ها انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده يا مولاي؟ انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. ما تمام. انصرف عشان انا متوتر. اهدأ يا مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟ لا لا يا اخويا مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي. انصرف انصرف يلا انصرف يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده؟ بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. يلا. اوكي يوك باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب، عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمير. أنا وحدي أنا، وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ارفع إيدك لفوق. يما مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعد. أرجوك أرجوك لا تقتلني. لا هقتلك، سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، أنت نازل فين؟ أنا نازل؟ أنا مش نازل يا أخويا، أنا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي أنا فاكرها كويس. ده مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوة لولو. ولماذا تتنكر هكذا؟ لولو منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا مولا وليه؟ قلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد وأغرب عن وجهي، وإلا عملت معك الجلاشة. جلاشة سوبرمان. يا البدلة دي مضروبة ولا ايه؟ ايه ده؟ عنتر. او ماي جاد. عنتر، أعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ ها
يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. ايه دي عاداتهم؟ هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه يعمل ايه؟ اغرب اذا انت الاخر عن وجهي والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزة دي؟ قشطة ورب الكعبة. ايه ده؟ مين اللي لفة نفسها في ملاها لف دي؟ تعالوا هنشوف. تعالوا هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا مجوسة يا جوسة يا جوسة يا مجوسة. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفلة تنكرية قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلوة صح مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 بلاش مسخرة يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميرة تحبكم وواحد منكم يبقى عرسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوج يا جدع؟ لا هتتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا لا اسمع يا دي انت وهم ما تعفلجونيش على الطلقه قتلكم انتوا الثلاثه. اسمع يا المهم الأميرة تحب واحد فيكم انتوا الثلاثة مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. هناك ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. سكيوت. ده انت تفتحي نفس الواحد والله، تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبدوه. ربنا يخليك. ها ايه رأيك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزة اقول لكم حاجة، انا مش الاميره انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجر يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حق الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا لا انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا قلب البلاك منيل يا سمش. يلا والنعمه لوريك. ايه والنعمه لوريك. إيه؟ هستناك على باب القاص. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الأميرة نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظة المنتظرة اللحظة الحاسمة لحظة دخول الأميرة نورة الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح، فلتتفضل الأميرة. اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟ لا شعرك جميل بس السوالف طويله حبه.
كنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة. العلبة دي فيها إيه؟ فيها فيل. فيل إزاي جوا العلبة والفيل راكن بره؟ نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم أنا. أنت بقى اسمك إيه؟ أنا عنتر. بجد؟ أه والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الأميرة مرحة مرحة مرحة. لا ده أنا أعلمك بقى ملاكمة بقى بخفة دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعه، الشمال بتاعته لو جلد اليمين ترق. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مرحلة الوحش، البس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا أخويا، أنا بقى عارف أتصرف مع النوع ده إزاي، إرجعي. الصوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار اخويا. لا كل واحد جواه قوة روحية، لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجالة. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلت إيه فيا؟ مش معقول، أنت فظيع بس ما عجبتنيش. أنت بقى تعمل إيه؟ إيه رأيك فيا؟ إيه ده؟ أنا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن إيه ده؟ ده وزن الدبانة. طب امشوا بقى عشان أنتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. إزاي ده؟ إحنا بنحبك والله. نحن نحبه. حبيبي ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سيد. سيد؟ سيد. اسمي سيد تريلا. انا الاميره نورا. انت اميره كعبوره نورا ايه؟ طب قول لي يا سيد انت ايه هواياتك؟ انا هواياتي كتير، انت ايه هواياتك؟ بحب السباحه قوي. اكيد طبعا. اكيد انت اللي بتبقى جوه البحر والاهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيره يوصلوا لغايه جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه 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 ايوه. وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الاميره. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريسه على طول. حضرتك غريبه جدا، انت الاميره؟ إيه بقول لك ايه؟ الحفله دي كلها معموله عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتين انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوكي صارف لان مش لاقي يجوزك، مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكره انت لو اتجوزتني اوضه النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي ماشي. لا انا مش هتجوزك، اتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميره ايه؟ اميره ايه لا؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميره. انت حلوه قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما هحبها ازاي يعني، احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين بقرنوق. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها، مش عايز فلوس. بس هي تخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه، عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش، بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم يعني، عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له، والتالت ده
التالت ده ايه ده؟ ده بقى راجل هو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ اه. انا عايز الوصيفه، فين اللي. انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انت كنت متنكرين يعني كاميرا الخفيه؟ يبقى دي ابراهيم ناصر. احنا بس كنا عاملين كده عشان اعرف مين هيحبني عشان شخصيتي ومين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه، ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني قبل ما تنادي بابا، انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي، انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان، انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ اه طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم نعم نعم. ايه ده ابوكي؟ لحظه دخول الملك، كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه ايه يا بنت؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ اه طبعا. طيب اوكي، اقيموا الافراح والليالي الملاح، النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا، ودقوا المعارج يلا يا اهلي يلا. انا فعلا كان قلبي دليل. قلبي دليل. سمكة سمكة بتجر السمكة سمكة. ولا حمص انت، هذا حمص. ايه ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسودها علينا ليه على الصبح؟ هي ليلة صدى عليك وعلى دماغك. ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوي بنواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسيم، مش كل الفلل اللي هنا فيها بسايم. ثانية واحدة، احنا خلصنا من البسيم لما هنخش في الفلل؟ في ايه؟ اسمه بسيم بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحة؟ على الصبح كده. يا ضم اللي هم سموها استباحة ليه؟ لا انا الصراحة معيش. طب انا معايا. تعالى نولعوها. لا 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 لا، تعالى نتدار والنبي حمص. تدري ليه يا عاد؟ انت الامن، مفيش غيرنا هنا، انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان. اهو مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نداره. احسن لحسن، انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانيه واحده، ثانيه واحده، نسيت والزيتي بس اخدها معايا. طب يلا بسرعه. اللي قبلك يخليلا. العب يا سمك. طب العب يا سمك البنات. هي هي. ياه ياه ياه، اخيرا جينا الساحل الشمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يلا حنتوسه، تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. اه خش يا ايه انتهت يا يي يي يي. قوم يا دفهم يلا شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان الشاحل السمالي. هي دي الحياه. اه هي دي الحياه يا مش جمص اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. آه. احنا عاديين كنا، ابوك كان حاططنا في قلب كومودينو هناك. اه ياض والله، ده احنا كنا قرفانين من ابوك، ده قرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياض في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ اه الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا اقعد على الشمسيه دي.
قال يعني هي الشمسية هي اللي هت قال يعني هذه الشمسية هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام اهو الشمسية هي سيدة هي اللي انت حبيبها اهي. ايه رأيك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. ياض مش بقول لك انا اللي جايبكم فيه، اوعى تجيب سيرة جمصة دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيرة جمصة تاني في اياته حتة قدام ابوك. كل ما اجيب سيرة جمصة يقول لي ما هناك ما بندفعش حاجة وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرات هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياض ياض حط الحاجة هنا يا. هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاش غيرنا ليه؟ ياض ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الشاحل السمالي دول بينزلوا في العصاري مش زينا في جمصة بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفط. ايه ده انت بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى سيبنا عوم يا عاطف سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده. سيبنا عوم يرجع يا عم. انت ده يا في ايه يا هعوم؟ هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ ما انزل بايه يا ده؟ احنا في الساحل الشمالي تنزل بده مثلا. ايه ده بص شفت الحلاوه دي؟ يلا ويل رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيدك. الله يخليك. انت غريب يا جدع. ثانيه واحده انت وهو. ثواني انا بتكسف بس. استر نفسك يا اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعب؟ طب في بلدكوا ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم؟ لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايو مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه وبتبقى الرايه السوداء دايما وبننزل الميه في قلب جمصة عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك يا عاطف اتعامل معاه انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا انا اسف جدا، احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا. برضه؟ طب هو قال جمصة؟ انا ما قلتش جمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف يا جماعه والنبي. الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكر يا عمنا قلبي شكر. ولا لو جبت سيره جمص ده هضربك 180 شمشم على بقك. والله العظيم ما افتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنه يا. ايوه بقى بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر. اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن. طب بيسي 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 وابعد كده عن قميصي. انت خبط ايه شغل جمصة ده؟ ايه يا عاطف في ايه؟ ايه يا عيال الحلاوة دي؟ جمصة ايد اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخلص يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقولوا علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخلص يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى نادي لك ابوك. انده ابويا. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا وليه.